بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الطلبة، هذه المرة درس مشترك جد بسيط للسنة الثانية ثانوي كل الشعب، وللسنة الثالثة تيرمينال، يخص خاصة بكالوريا شعبة العلوم التجريبية التقنية الرياضيات، نضيف إلى ذلك شعبة التسيير واقتصاد. في هذا اليوم إن شاء الله راح نشوفوا دالة عددية بسيطة، لكن السؤال تاعها مهم جدا. هذه الدالة العددية معرفة برمز القيمة المطلقة. دائما السؤال المطروح لما يقدروش يجاوبوا لي اغلب التلاميذ هو كتابة الدالة العددية اف اكس دون رمز قيمة مطلقة. يعني مدلنا الدالة اف اكس هي عبارة عن دالة عددية مركبة، مركب دالتين، الدالة الاولى معرفة برمز القيمة المطلقة، والدالة الثانية هي دالة عددية تقدر تكون دالة كثيرة حدود، دالة ناطقة، دالة أسية، دالة لوغارتمية أو دالة جذرية. بنكتب هذه الدالة العددية دون رمز قيمة مطلقة، راح نبين الطريقة بالتفصيل. في البداية الدالة اف اكس تكتب من شكل القيمة المطلقة للدالة العددية جي لي اكس. بنكتب هذه الدالة العددية دون رمز قيمة مطلقة، دائما عندي زوج احتمالات. الاحتمال الأول نحو رمز القيمة المطلقة نقوم بإدخال الإشارة الصليبة نعين المجال. الاحتمال الثاني نحو رمز القيمة المطلقة نقوم بإدخال الإشارة الموجبة ونعين المجال، خاصة نركز جيدا على المجالات. راح نبين القاعدة كتابيا بالألوان مباشرة. الدالة اف اكس تملك العبارة ناقص جي لي اكس إذا كانت الدالة العددية جي لي اكس هي دالة سالبة، بينما الدالة العددية اف اكس نقدر نكتبها جزائي جي لي اكس إذا كانت الدالة العددية جي لي اكس هي عبارة عن دالة عددية موجبة. دائما في الاحتمالات الترتيب مهمة، يعني كان إمكانية أولى نحو رمز القيمة المطلقة. في مرحلة أولى نقوم بإدخال إشارة هي عبارة عن إشارة سالبة نعين المجال إذا كان ما دخل رمز القيمة المطلقة بإشارة سالبة. في مرحلة ثانية نحو رمز القيمة المطلقة ندخل الإشارة الموجبة نعين المجال إذا كانت الدالة جي إكس هي عبارة عن دالة عددية موجبة. هذه قاعدة أساسية جد مهمة نبين فيها كيف نكتب دالة عددية دون رمز قيمة مطلقة. نبدأ بمثال أول جد بسيط. الدالة اف اكس هي عبارة عن مركب دالتين معرفة بالعبارة اكس مربع ناقص واحد. هذه الدالة العددية هي دالة كثيرة حدود من الدرجة الثانية، بين بهذه الدالة العددية معرفة على المجموعة ار. السؤال اكتب هذه الدالة العددية دون رمز قيمة مطلقة. زوج احتمالات، مرة نحو رمز القيمة المطلقة نقوم بإدخال الإشارة السالبة في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية نحو رمز القيمة المطلقة نقوم بإدخال الإشارة الموجبة. لاحظوا بلي ما دخل رمز القيمة المطلقة كان الدالة العددية اكس مربع ناقص واحد كلي. إذا الاحتمال الأول نحو رمز القيمة المطلقة ندخل إشارة سالبة نلقى ناقص إكس مربع زائد واحد، إكس مربع نغير الإشارة تاعها نلقى ناقص إكس بعملية تربية، الناقص واحد نغير الإشارة تاعها نلقى زائد واحد. هذه من جهة. أنا بينا الكتابة الأساسية الأولى، الكتابة الدوزيام نحو رمز القيمة المطلقة نقوم بإدخال الإشارة الموجبة. يعني كي نحو رمز القيمة المطلقة ندخل الإشارة الموجبة العبارة نفسها هي إكس مربع ناقص واحد لا تغير الإشارة. دوك هنايا تبقى لي أهم معلومة، كيف نعين مجال عبارة الدالة الأولى، كيف نعين مجال عبارة الدالة الثانية. القاعدة يجب دراسة إشارة ما داخل رمز القيمة المطلقة، ما داخل رمز القيمة المطلقة كان دالة عددية من درجة ثانية. إذا هذه الدالة هي معرفة على R من ناقص ما لا نهاية إلى غائز زائد ما لا نهاية بالعبارة X مربع ناقص واحد. هذه الدالة هي دالة كثيرة حدود من الدرجة الثانية، بنلقى حلول هذه المعادلة، نقدر ندير مميزاتها، نقدر ندير نقل الأطراف أو الآلة الحاسبة، أي طريقة نحل بهذه المعادلة. مثلا إكس مربع ناقص واحد يساوي العدد صفر، عند نقل الأطراف نجد بأن إكس مربع تساوي العدد زائد واحد، عند نقل الأطراف نقوم بإدخال الدالة الجذرية نلقاو إكس يساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي لعدد واحد، وكان زوج إمكانيات، إذا الحل الأول هو الجذر التربيعي لواحد بإشارة سالبة ناقص واحد، أو الجذر التربيعي لواحد بإشارة موجبة وزائد واحد. هذه من جهة. أنا بينا حلول المعادلة درجة ثانية في ورقة المحاولة أو بالآلة الحاسبة أو بالمميزات أو بالطريقة الشفهية مباشرة. بعد تعيين حلول هذه المعادلة نقدر نرتب جدول الإشارة، في الداخل نديرو عكس إشارة في الخارج إشارة نفسها. مثلا هنايا هذه الدالة العددية تنعدم في جوار الناقص واحد في جوار الزائد واحد، في الداخل نديرو عكس إشارة أ. لاحظوا بلي إشارة أ هي إشارة موجبة، في الداخل نقلبها إشارة سالبة، بينما في الخارج إشارة أ نفسها هي عبارة عن إشارة موجبة كما رأي واضحة مباشرة بالألوان. في هذه الحالة نقول بأنه قمنا بدراسة إشارة ما داخل رمز القيمة المطلقة على مجموعة التعريف. دوك نسيي نحدد المجالات. في المرتبة الأولى قمنا بإدخال الإشارة السالبة، في المرتبة الثانية قمنا بإدخال الإشارة الموجبة. نشوفوا الإشارة السالبة جاية في المجال الوسطية، في هذه الحالة نقول بأن مجموعة تعريف الدالة الأولى هي
المجال الوسطي من ناقص واحد إلى غاية الواحد، بما أن القيمة المطلقة هي عبارة عن إشارة موجبة أكبر من تساوي العدد صفر، يجب غلق المجالات. هنا لازم نبين غلق المجالات، هذه من جهة أنا بين المجال وين دخلنا الإشارة السالبة وهي جد مهمة. من جهة نشوفوا الاحتمال الدوزيام، دخلنا الإشارة الموجبة في المجال من ناقص ما لا نهاية إلى غاية العدد ناقص واحد، في المجال من الواحد إلى غاية زائد ما لا نهاية. إذا في العبارة الثانية قمنا بإدخال الإشارة الموجبة. لاحظوا بل الإشارة الموجبة جاي في مجالين، نرتب هذه المجالات من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد، اتحاد المجال من الواحد إلى غاية العدد زائد ما لا نهاية. هذه من جهة أنا بينا كتابة هذه الدالة دون رمز قيمة مطلقة خاصة المجالات. العبارة الأولى ناقص إكس مربع زائد واحد، المجال من ناقص واحد إلى غاية الواحد، ناقص واحد يبدأ بها المجال بقيم كبرى، الواحد يخلص بها المجال بقيم صغرى. الثانية ناقص ولا إكس مربع ناقص واحد، المجال من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد، ناقص واحد يخلص به المجال بقيم صغرى، اتحاد المجال من الواحد إلى غاية زائد ما لا نهاية. لاحظوا بلي الواحد يبدأ بالمجال، إذا هو بقيم كبرى. هذه من جهة أن درنا إجابة مفصلة كيف نكتب هذه الدلالة. مثال ثاني بالطريقة نفسها، نحل القيمة المطلقة للدالة اف لإكس، اف لإكس معرفة بالقيمة المطلقة لإكس زائد واحد والمقام هو إكس زائد واحد. هذه الدالة العددية هي عبارة عن مجموع دالتين، الدالة الأولى هي الدالة اف لإكس كدالة عددية معرفة برمز القيمة المطلقة فيها المتغير إكس، بينما الدالة الثانية هي عبارة عن دالة عددية ناطقة لا تحتوي على رمز القيمة المطلقة. الدالة الأولى هي دالة كثيرة حدود مباشرة معرفة المجموعة R، بينما الدالة الثانية هي عبارة عن دالة عددية ناطقة باش تكون معرفة لازم يكون المقام لا يساوي العدد صفر. نحل المعادلة، المقام يساوي العدد صفر بنقل الأطراف، نجد بأن القيمة ممنوعة تساوي العدد ناقص واحد. في هذه الحالة نقول بأن مجموعة تعريف هذه الدالة العددية هي المجموعة R ما عدا العنصر ناقص واحد. نسيي نكتب هذه الدالة العددية دون رمز قيمة مطلقة بزوج احتمالات. الاحتمال الأول نقدر للمتغير X نحي رمز القيمة المطلقة، نقوم بإدخال إشارة سالبة. الاحتمال الثاني للمتغير X نحي رمز القيمة المطلقة، نقوم بإدخال الإشارة الموجبة. سمعنا راح نبين زوج احتمالات كيف نكتب هذه الدالة العددية دون رمز قيمة مطلقة. راح نرتب الإجابة النموذجية بالألوان. العبارة الأولى F يساوي ناقص X زائد واحد والمقام X زائد واحد، هذه العبارة نحينا منها رمز القيمة المطلقة وقمنا بإدخال إشارة سالبة. العبارة الثانية ما فيهاش رمز القيمة المطلقة تبقى كما راهي. نشوفوا الاحتمال الدوزيام، هذه المرة نحيو رمز القيمة المطلقة ندخل الإشارة الموجبة نلقاو إكس والدالة المتبقية تبقى كما راهي. سما هنايا نحينا رمز القيمة المطلقة قمنا بإدخال الإشارة الموجبة في الاحتمال رقم 2. بعد ذلك الدالة العددية الناطقة خليناها كما راهي لأنها لا تحتوي على رمز القيمة المطلقة. سما هنايا نمضي في إشارة إلا ما داخل رمز القيمة المطلقة في الكتابات الأساسية. مرحلة موالية نلاحظ بأن المتغير X فقط هو داخل رمز القيمة المطلقة، يجب دراسة إشارة المتغير X على مجموعة تعريف. مباشرة ندير جدول الإشارة، لدينا قيم X هي المجموعة R ما عدا العنصر صفر، يعني من R ما عدا العنصر ناقص واحد. مجموعة تعريف هي R من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية، والقيمة الممنوعة هي ناقص واحد لازم نحذفها من المجموعة R. في هذه الحالة في جدول الإشارة أولا يجب ترتيب مجموعة تعريف. سنقوم بدراسة إشارة المتغير X، لاحظوا بلي إكس داخل رمز القيمة المطلقة، ندير له جدول إشارة. المتغير إكس هو دالة عددية من درجة أولى بالملاحظة تنعدم في جوار العدد صفر، على اليسار نقدر ندير عكس إشارة أ، على اليمين ندير إشارة أ نفسها. في هذه الحالة أنا قمنا بدراسة إشارة ما داخل رمز القيمة المطلقة فقط على مجموعة التعريف. مرحلة موالية نعين المجالات، في المرتبة الأولى قمنا بإدخال الإشارة السالبة، لاحظوا بلي الإشارة السالبة موجودة إلا في المجال الأولى. في هذه الحالة الدالة الأولى معرفة بالعبارة ناقص إكس زائد واحد على إكس زائد واحد، مجموعة تعريفية من ناقص ما لا نهاية إلى غاية العدد صفر. نغلق المجال لأن القيمة المطلقة للمتغير إكس دائما أكبر من تساوي العدد صفر. في مرحلة موالية والله في الاحتمال رقم 2 قمنا بإدخال الإشارة الموجبة، ولاحظوا بل الإشارة الموجبة موجودة في مجالين، من الصفر إلى غاية القيمة الممنوعة ناقص واحد، ثم من القيمة الممنوعة ناقص واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية. في هذه الحالة نقدر نعين مجموعة تعريف الدالة الثانية من صفر لناقص واحد ومن ناقص سؤال زيد ما لها. من جهة بعد تعيين هذه المجالات من جدول الإشارة للعبارة الأولى والعبارة الثانية نقدر نرتب المجالات. إذا العبارة الأولى ناقص إكس زائد واحد على إكس زائد واحد، مجال التعريف من ناقص ما لا نهاية إلى غاية صفر، الصفر يخلص به المجال بقيم صغرى. العبارة الثانية هي المتغير إكس زائد واحد على إكس زائد واحد، مجموعة التعريف من الصفر إلى غاية ناقص واحد، الصفر يبدأ به المجال بقيم كبرى، ناقص واحد يخلص به المجال بقيم صغرى، اتحاد المجال من الناقص واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية.
أما قصر واحد يبدأ بها المجال بقيم كبرى بينما الزائد المال لا تملك قيم كبرى قيم صغرى. هذه من جهة أنا بينا بالتفصيل في هذا اليوم كيف نكتب أي دالة عددية دون رمز قيمة مطلقة. هذا الدرس مهم جدا خاصة في درس استنتاج المنحنيات عند حل التمارين والله في درس الاستمرارية وقابلية الشقاق وذلك حل التمارين. نتمنى أن يكون هذا الدرس مفهوم وهو جد بسيط. بالتوفيق والنجاح لكل الطلبة إن شاء الله. مع تحيات الأستاذ زايا فارس أو الروسي.